أكثر تفاصيل يعبرنا عليها لسعد اليعقوبي، كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، اللي معنا مباشرة عبر الهاتف. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. إذا سي لسعد اليعقوبي، شفنا قرارات من نقابات التعليم الثانوي في بعض الجهات تتعلق بتعليق الدروس، نحكي على أصفاقس، نحكي على الرقاب من ولاية سيدي بوزيد. وفق أي معطيات تحركت النقابات وصولة الإشراف؟ وزاد نسأل، إذا كان الوضع الوبائي خارج على السيطرة، علاش ما تمش التنسيق؟ علاش لم تتخذ قرارات في هذا الشأن وتكون بصفة رسمية؟ لأنه كما كنت تتابع معنا منذ قليل تصريحات وزير التربية تقول لا، ماناش مضطرين حاليا إلى تعليق الدروس في بعض الجهات. هو الحقيقة يعني ما صرح به السيد وزير التربية اليوم يعني كان مخيب فعلا لأمال الجميع، يعني أهالي صفاقس والهياكل النقابية وحتى السلطات الجهوية في صفاقس، لأنه اليوم وقت اللي يتحدث السيد وزير التربية للأسف يعني الحديث فيه كثير من المغالطات ومجانب للحقيقة، لأنه اعتمادنا احنا على المعطيات ليست معطياتنا الخاصة وإنما معطيات وزارة الصحة. تعرفوا جميعا والأرقام اللي عندكم تؤكد أن نسبة الإصابة على الأقل حسب الأرقام تجاوزت نسبة 40%، أكثر من 530 على 1400 تحليل يوم السبت، يوم الأحد كانت حالة من الخوف، حالة من الإرباك. هياكلنا النقابية سواء كانت الهياكل الجهوية أو النقابات الفروع الجامعية يعني قامت بجميع الاتصالات مع الولاية ومع يعني اللجنة الجهوية لوجبات الكوارث، تم يعني الذهاب نحو حل مؤقت وهو الاكتفاء ب، وهنا نحب نقول للسيد وزير التربيه هذا القرار اتخذتموه لانكم مقتنعون ان الوضع كان وضع وبائي يستدعي اجراءات، والدليل على ذلك انكم خذيتوا قرار بالاكتفاء بعوده فقط السنوات النهائيه اليوم الاثنين ويوم الثلاثاء، ولكن تبين يوم الاثنين انه حاله الخوف حاله عاليه، حاله عدم يعني عدم الحضور او الغيابات يعني بصفوف التلاميذ وحاله الارباك كانت كبيره، وايضا حاله الوباء يعني حاله شهاده انتشار يعني مزيد من الانتشار خاصه بعد اجراء تقريبا 2000 تحليل يعني تحليل سريع واظهرت نسبه الاصابه كانت عاليه، وقامت الهياكل الجهويه بتوجيه مراسله رسميه الى لجنه الكوارث والى رئاسه الحكومه والى وزير الصحه والى وزير التربيه. لجنه الكوارث في صفاقس هي التي وافقت على هذا القرار بايقاف الدروس، وحاله هذا القرار ليصبح هذا القرار من طرف يعني وزاره التربيه من طرف اللجنه الوطنيه اليوم لحسابات ما ولحسابات يعني حسابات اعتقد ان حسابات للاسف الشديد لا تراقي يعني معناها الناس، لانه اليوم اتخاذ يعني ولو انه هذا القرار نعتبره دائما قرار جزئي ولا يمكن ان يكون مجابات الكوارث، هذا يعني ان الحكومه واللجنه مجابات الوطنيه لمجابات الكوارث سوف تعترف بان هناك وضع وبائي خطير في البلاد، وبالتالي سنعود نحن كمواطنين المطالبه بالحجر الصحي، وهو ما لا تريده الحكومه، لان اللوبيات المستفيده من هذا الوضع لا تريد الذهاب الى هذا القرار، وبالتالي نحن نعتبر انه حديث وزير الصحه اليوم وحديث وزير التربيه اليوم ليس سوى يعني محاوله ل يعني الحديث عن وضع يعني او تقليل من خطوره الوضع، لانه بالفعل نحن نقولها. لسعد اليعقوبي، تقديرات الجامعه سمعناها منك، تقول لوبيات، ويا ريت كان تعرفنا شكون هي اللوبيات هذه. قرارات الجامعه فيما يلي كيف ستكون؟ خاطر هوني الاولياء راهم قاعدين يتابعوا فينا، ما هماش عارفين هل ياخذوا موقف الجامعه العامه للتعليم الثانوي وحسب الاسباب اللي ذكرتها سيادتك، ام يمشيوا للموقف الرسمي اللي هو وزير التربيه يقول الى حد اللحظه ما وصلناش للنسبه الوطنيه ونحن اقل، خاصه مثلا انت عطيت ليكزامبل نتاع صفاقس، ما زلنا اقل من النسبه الوطنيه وجهات اخرى قاعده تسجل اكبر من صفاقس، لذا لن يتم اللجوء الى تعليق الدروس. الولي هوني اللي قاعد يتابع فينا، كلام شكون باش ياخذ؟
احنا بالنسبه لنا القرار هذا اللي خذيناه يعني خذيناه نتيجه كما قلت للحاله اللي موجوده عليها صفاقس، حاله الارباك اللي موجوده عليها صفاقس. الولي اللي ما بعثش ولده باعداد كبيره للمؤسسات التربويه كان بيوازع الخوف على ابنائه. احنا حريصين على حمايه ابنائنا، وهنا انا نحب نقول راهو الموضوع هذا لا يجب ان يدخل في دائره الجدل، وكانه يعني صراع بيننا وبين وزاره التربيه او صراع بيننا وبيننا وبيننا وبين وبين الحكومه. نحن يفترض ان نتحدث او نتحرك في اطار يعني في اطار يعني يفترض انه نتحرك في اطار الخوف جميعا على مصلحه على صحه العباد. صحه العباد ما هيش مطروحه للنقاش، كلما توفرت يعني كلما صحه العباد معرضه للخطر الجميع يجب ان يؤمن بانه علينا يعني ان نتخذ الاجراءات اللازمه. انا اعتقد ان الاولياء وجهت لهم اليوم الفرع الجامعي والاتحاد الجهوي في صفاقس وجهت رساله واضحه، دعت الجميع الى الالتزام بالحجر الصحي بالالتزام بيوتهم، تعهدت النقابات وتعهدت يعني تعهد المدرسون باتخاذ الاجراءات ونحن ملتزمون بهذا يعني فيما بعد لتدارك يعني هذا النقص الذي يمكن ان يحدث في مستوى التعلمات. واعتقد انه هذا الاجراء اللي اتخذناه تحت الضروره القصوى بعدما استنفذنا كل الامكانيات، كنا نامل ان الحكومه تتخذ في صفاقس وفي كل الجهات اللي يتحدث عليها السيد وزير الصحه اللي فيها وضع وبائي يعني خطير، كنا نتمنى ان تتحمل الدوله مسؤوليتها والحكومه مسؤوليتها باتخاذ اجراءات حقيقيه ملموسه تطمئن الناس وتحافظ على صحتها. شكرا لك لسعد اليعقوبي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي.